حقق منتخب قطر الفوز على منتخب الكويت بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب المينا في مدينة البصرة ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من النسخة 25 لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 25 واللي بتستضيفها العراق خلال الفترة من 6 ولحد 19 يناير 2023. كمان حقق منتخب البحرين الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي على ملعب الميناء، وقدم منتخب الإمارات ومنتخب البحرين أداء هجومي قوي طول أحداث المباراة. خاض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريبات انفرادية امبارح مع فريقه النصر السعودي، وده استعدادا للمشاركة في المباريات خلال الفترة اللي جاية. وبيترقب عشاق الكرة العالمية معاد المشاركة الأولى لرونالدو في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بعد ما نجح نادي النصر السعودي في تسجيل الدون ضمن قائمة الفريق الرسمية. ونروح للدوري الإسباني، وخسارة ريال مدريد من فريق فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي ريال مدريد بيبقى في المركز الثاني برصيد 38 نقطة، وفياريال في المركز الخامس ب 27 نقطة. ونروح للدوري الإيطالي وفريق يوفنتوس اللي حقق الفوز على فريق أودينيزي بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإيطالي، وجه هدف المباراة الوحيد عن طريق دانيلو في شباك أودينيزي قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق. تأهل فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد إلى دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا بعد تغلبه على نظيره فريق AF فيرونا في فييرا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور الـ 64 من بطولة كأس فرنسا. ونروح لكأس الاتحاد الإنجليزي وفريق ليفربول اللي تعادل مع نظيره ويلفرهامبتون بنتيجة 2-2 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب أنفيلد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. بكده هيكون في مباراة إعادة بين الفريقين لتحديد المتأهل، والدولي المصري كمان محمد صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 52 من زمن المباراة. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة.